بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء احنا ما عندناش مشكل مع التعديل، وما عندناش مشكل مع تدارك الاخطاء ومع اصلاح ما يمكن اصلاحه. هذا مفروغ منه، ما كاينش انسان على وجه الارض عاقل كيكره انه يطور من نفسه ولا يحسن من نفسه. غير هو المشكل اللي عندنا حنا هو اننا ما كنبغوش الشريعه تقاس، لانني الى جد دابا انا باسم الاصلاح وندير صبعي في الشريعه ونحيد هذه ونزيد هذه، ما تبقاش عن الشريعه خصوصيات وما تبقاش عن الشريعه حرمه. اليوم انت عدلتي وخشيتي يديك في الشريعه، شكون اللي غيضمن ليا غدا ولا بعد غدا غيجيو الشيعه حتى هما يخشيو يديهم لينا في البلاد ويقول لك اسيدي باسم الشريعه وحنا نديرو كذا وحيدو كذا ويديروا لك المآتم هنا والشركيات والى غير ذلك، وغنصدقوا وحلين. قال لك بدين الله لو جاز زيد لجاز النقص ايضا ان يكون، كفى ذا قبحا يا خليلي ولا يرضاه الا الجاهلون. اي حاجه زاد فيها النقص، اي حاجه تزاد فيها راه ممكن تنقص فيها، واي حاجه تنقص فيها راه ممكن تزيد فيها. هذا كيتسمى اللعب. الشريعه قال فيها الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فما يمكنش نجي انا وسط القران ونهز ايه محكمه ونقول للمسلمين كامل واه عباد الله والمسلمين راه هذه الايه هذه راه ما صالحاش لكم وراه ربكم وحاشاه ما بقاش كيعرف اش واقع لكم في هذا الزمان هذا، حيدوا هذه الايه هذه. علاش؟ لان احنا من مصادر التشريع عندنا في البلاد القران والسنه، فما يمكنش هذه المصادر كلها تلغيها. انت ما قدرتيش انك تلغي هذه المصادر وجيتي باسم الاصلاح وباسم الحريه وباسم كذا كذا ندخلوا فيها ونلعبوا فيها. العلماء والمشايخ حنا اللي كنقلدوهم حنا راه عوام كيقول لك بانك وقف عند حدك، والشريعه ما خاصهاش تقاس وخاص تبقى عندها حرمه ديالها الا بغينا الاستقرار ديالنا وبغينا الهنا ديالنا وبغينا ما يعنينا. هذاك الكلام اللي قلت انا في ديك التدوينه كنقولوا شحال هادي، وتيقولوا جميع العقلاء ديال البلاد، تيقولوا الدكتور بن حمزه، كيقولوا حتى السياسيين بن كيران، نفس الكلام اللي قلت انا بالحرف قالوا غير حرب اهليه اللي ما قال قال فتنه بينادهم راه هي هي. فحنا ماشي كنهددوا وتنقولوا راه الا درتوا كذا، راه كلام واضح، العربيه راه واضحه، وكما قلت في واحد المنبر اخر راه لا تعوزني الكلمات باش انني نقول انا اللفظ اللي بغيت، داكشي اللي في قلبي ما واعرش عليه نقوله، انا ماشي اتلعثم، انا الا بغيت نقولها راه غنقولها، ولا كانت الا كانت شي حاجه اللي فيها خير نقولها راه غنقولها. ولكن انا قلت بانكم اللي كيلعب بالبلاد واللي كيلعب بالدين راه كيلعب بالبلاد، اللي كيلعب بقانون اللي حط الله عز وجل واللي فرض الله عز وجل والتشريع ديال الله عز وجل اللي كيلعب به راه كيلعب باستقرار ديال البلاد. هادشي اللي قلت انا، لان الناس تختلف، الادراك ديال الناس راه ماشي بحال بحال، راه واحد الانسان متدين عنده عقل راه يكمدها في قلبه ولا يقدر يواجه بطرق المتاحه، لكن واحد اخر عنده حماس وعنده دين ولكن ما عنده هادشي، هذا شكون اللي غادي يضمنوا لك؟ شكون اللي غادي يضمنوا لك الا قصتي لي في دينه؟ راه انت اللي كتفعل التطرف وكتفعل هاد الامور هذه. لذلك الاولى والاسلم انا نحافظوا على الشريعه ونحافظوا على الدين ونعطيوه الهيبه ديالو والمكانه ديالو. انت الا ما كيعنيك هذا القانون المغرب ولا ما تيعجبكش سير عندهم وقول لهم شوف انا ماشي مسلم وما تيعني هذا القانون، ديروا لي قانون ديالي. انت بينك وبين الدوله طالب، ماشي تجي عندنا احنا القانون ديالنا احنا المغاربه المسلمين وتعوجوا باش يوافق انت المذهب ديالك اللي جايبوا لينا انت من بلاصه اخرى. احنا طلعنا على داك الشيء اللي كيروجوا ليه هما في الاعلام الطرف الاخر، اما داك الشيء اللي المسوده اللي تكتبت الى غير ذلك راه اظن انا مازال ما خرجت. انا بين الان داخل عند اصحاب القرار دابا كاينه يما عند على مشات دفعوها رفعوها دابا الملك باش انه ينظر فيها، والملك هو رئيس المجلس العلمي يعني معنا المجلس العلمي الاعلى اللي غيشوف فيها الان برئاسه الملك. هادشي اللي فهمت انا، لكن انا حنا كنردوا على الاقتراحات اللي كيقترحوا الناس الاخرين ما بغوش الاسلام. هادو اللي كيقول لك ان المراه خاصها تورد بحال الرجل، وبانك انت الا متي وعندك بناتك وعندك خوك ما خاصه يورد فيك، ما خاصه ياخذ والو، خاص دوك البنات بوحدهم ياخذوا ذاك الحكم، وانك الى غير ذلك، وان المهم منظومه كبيره جدا من الامور كتخالف ديني انا. هادشي طلعت عليه وتنردوا عليه بالتفصيل في مواقع التواصل الاجتماعي، لان لا اظن ان المنبر الوقت الان لا يكفي باش اننا نردوا على هاد الامور كلها. هاد الورث هذا هو واحد المال الله عز وجل هو اللي هذا الانسان اللي كنهضر انا دابا مثلا عند نفسي باش اننا ما نشعبوش الناس. هذا المال هذا عطاني الله عز وجل، دمرت عليه في حياتي، فاش غادي نموت انا ذاك المال راه ماشي ديال هذوك الناس، هذاك المال ديالي انا، فاش نموت انا كينتقل ذاك المال الله عز وجل راه قسمه بين العباد ديالو. فاش كنموت انا هذاك المال ربي قسمه، هذاك المال انا ما تعب فيه خويا، انا تعبت فيه، ما تعبت فيه بنتي، تقدر حتى مرتي ما تعبت فيه، يقدر ربما تعب فيه. فاش مت انا ذاك المال انا ما بقاش عندي تكليف ديك الساعات، الله عز وجل تولى هذاك المال ديالي ويقسم في كتابه بين الناس. وكيكذبوا تيقول لك بان في الارث دائما في ظلم المراه الى غير ذلك. راه في كثير من حالات الارث، حتى عدى بعض الفرندين كذبوا 30 حاله تلد فيها المراه اكثر من الرجل، وكاينه حالات تلد المراه ولا يرث الرجل. دابا مثلا هلك هلك مت انا وخليت بنت واخت شقيقه واخ لام، غتورث بنتي النص وغتورث اخت شقيقه النص والاخ ما غيورث والو، يلا فينا هو الظلم؟
فينا هو الظلم؟ انا فينا هو عدم العدل؟ كيهضروا على واحد الحاله ديال الذكر مثل حظ الانثيين. الله قالها لان الله عز وجل عطانا قانون، عطانا نظام باش نمشيو عليه، وعطانا دار اعتبارات باش نمشيو عليه في هذه الحياه هذه. انا اللي عطاني الله عز وجل جوج حقوق، ومدنا اختي عطاها حق، هذيك اختي انا مكلف بها انا اللي نفق عليها، راه ما واجبش عليها تنفق عليها. هي ما مزوجاش مثلا، انا مزوج، هذيك اختي انا اللي نتكفل بها، راه انا اللي غنصرف عليها، انا اللي غنقري، انا اللي غناكلها نشربها، اش غدير هذيك جوج حقوق اصلا؟ انا اش غدير ليها؟ انا مكلف بها منين ما تبا وهي صغير وهي صغيره الى ان ندفنها، انا المسؤول عليها وانا مكلف بها. انا اللي غنمشي نتزوج بنت اخرى اللي وارده غير واحد الحق، انا غنمشي نتزوجها في دارهم، انا غنخلص ليها الصداق وغنخلص التكاليف ديالها وغنجيبها لداري وغنقوم بها حتى هي. بناتي كذلك عندي في الدار اللي واخدين حق مثلا، انا اللي مسؤول عليهم، انا اللي مكلف عليهم، انا اللي غادي نصرف عليهم ونفق عليهم. يعني منظومه ديال التعب، ومنظومه ديال الكد والشقاء ديال الرجل من اجل المراه، كيجيهم وكيختصروا في هذه المساله بان الراجل راه كيدي لهم حقهم وتيحوش عليهم وكيدير لا غير ذلك. هذا كله من الكذب والتدليس فقط. والا انا الراي ديالنا هو ان الله عز وجل في القران فريضه من الله، ما عنديش راي فيها. الله كيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا شرع الله عز وجل، ومن لم يحكم بما انزل الله، قال الله عز وجل في القران، فاولئك هم الكافرون، فاولئك هم الفاسقون، فاولئك هم الظالمون. هذا حكم الله عز وجل. الا عندك مشكل معاه ما تجيش عندي انا تقول الحياه ولا تقول الاخوان، قول الله انا عندي مشكل مع ربكم، عندي مشكل مع دينكم، عندي مشكل مع كذا، هذا موضوع اخر. نجي نهضروا معاه شنو الالوهيه، شنو اسماء الصفات، نهضروا معاك الحكيم، شنو معنى الحكيم، شنو معنى الله عز وجل، نهضروا معاك في هذه المعاني دي حتى انك تعرف مع من كتهضر. شوف باختصار نشادي كاين جوج مطالب، والثالث هو اللعب. مطلب الاول ديال شعب يريد ان يحكم ويشرح، هذا مطلب، وهادو ناس من المجتمع ما يمكنش نقصيهم وما يمكنش ندفنهم، ما يمكنش اننا نجعلهم على الهامش. هادو ناس كاينين، يا كتامن بالحريه كتامن بالاخر. سمع عباد الله اش بغاو، كاين شعب وكاين امه بغات ان شرع الله يحكمها، وكاين الناس ما بغاو شرع الله، بغاو دوله مدنيه فيها قوانين هما يكتبوها لراسهم. هذا باختصار شديد. وكاين بنادهم اللي كيلعبوا، اللي كيتفلوا مره مع هادو مره مع هادو مره مع هادو. حنا انا اسيدي عن نفسي كنهضر انني بغيت شرع الله يحكمني، وشرع الله ما كنختزلوش فقط في الحدود، اجي قطع عليه يدي، هذا هو اخر ما شرع 23 سنه والنبي. هذا محور نقاش، اي هذا هو النقاش، هذا هو الموضوع الاخر، هذا هو. شوف هذه الخلاصه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا الله عز وجل 23 سنه هو كيشرع، 23 سنه هو كيقول لهم اش شرع لهم الله، حتى اواخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم عاد نزلت الحدود. ربط لنا الناس شنو هي الشريعه، شنو هو تحكم شرع الله؟ هو ان ما يكونش الظلم، وان ان اعطوا الاجير حقه وقال نجيف عرقوه، وان حرام عليك انك تظلم، حرام عليك انك تسرق، وحرام انك تادي الناس، وانك تنجد خوك اذا كان في حاجه الى النجده، وان استنصركم في الدين فعليكم النصر، ماشي خوتي كيموتوا في غزه وانا مكتفي لي يدي ما نقدر نهضر. فينا هو الدين؟ انا حنا كنطلبوا باننا تكون عندنا دوله كتحكمنا بشرع الله عز وجل، وكتحكمنا بالقانون اللي بغينا الله عز وجل، لان قانون الله ثابت لا يتغير، حكيم عليم. لكن قانون البشر راه علاش ما تتبعوا هاد الناس؟ حيتاش واحد 20 عام 30 عام راه غيبان لهم عاوتاني ماشي هادشي، غيبان لهم حاجه اخرى. حيتاش هما دابا هاد المعاهدات وهاد المقترحات ديما كما كيامنوا ان الانسان كيتجدد وكيطور العقل ديالو، غيجي واحد الزمان وغيكتبوا عادشي. ودو حنا دابا تابعين لاقوموا الميمحات، نبدا نمسحوا التاريخ ديالنا، نبدا نمسحوا الاعراف ديالنا، نمسحوا القوانين ديالنا، نبدا نمسحوا، ما بقى عندنا حموله، ما بقى عندنا تاريخ، ما بقى عندنا والو. كل جامعة حكمتنا تكتب لنا قانون، كل نظام جاي يكتب لنا قانون. احنا عندنا قانون ثابت لا يتغير، يحكمونا في الشرق في الغرب في السماء في الارض في الشتاء في الصيف، قانون الله عز وجل، قانون شريعة الله عز وجل. احنا كان تيقوا في الله وكان تيقوا في القانون ديال الله عز وجل. تنزيل ديال داك شرع الله عز وجل في الارض هو اللي ما بغيناش تدخل فيه العقول الناس. حكمنا كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله عليهم، ما تقول يلا راه الزمن تغير، ما الزمن ما تغير، انتم اللي تغيرتوا. اما الشمس راه كتطلع كتشرق وكترجع بحالها، اليوم فيه 365 يوم 12 شهر كاينه، ما تغير والو، انتم اللي تغيرتوا، انتم اللي بغيتوا تبيحوا الزينه، بغيتوا تبيحوا الخمر. انتم بحال دابا واحد جا قال لك مثلا ايوا الصلاه راه ما بقاش خدامه لينا، علاش؟ حتى واحد ما كيختار دابا في العلماء لا المسلمين لا غير المسلمين ان خمس صلوات كاينه ياك، اي نوض واحد بنفس العقل ديالكم يقول لك اسيدي دابا تغير المجتمع، ولا كان فيه قمعه 8 كيفاش انا نوض مع 6 الصباح ونرجع نعس عاوتاني؟ كان خدام انا ما كاينش العصر، خدامين حنا دابا حتى 6 عاد نخرجوا. هذا النظام ديالك والقانون ديالك انت اللي حطيتيه، وبتعوج الدين باش يوافق النظام ديالك. انا لا، انا عندي دين غنعوج الحياه ديالي باش تجي مع الدين، ماشي نعوج الدين باش يجي مع الحياه، لان ما يمكنش نعوجوا الطبيعه ونعوجوا الكون ونعوجوا كل شيء من اجلك انت، ما يمكنش. حنا بغينا شرع الله عز وجل يحكمنا وحنا راضيين به. حنا واش حنا مغاربه؟ حنا مغاربه، هذه مطالب ديالنا حنا. حنا بغينا يحكمنا شرع الله عز وجل وتشوفوا فينا تمشي الحياه. عمر بن عبد العزيز لما طبق شرع الله بعد الطغيان الامويين، لما طبق شرع الله في ظل سنتين، قروا عليه، في ظل سنتين السجون ديالو خاويه، البطون ممتلئه، العزاب كلهم تزوجوا، حتى كان الرجل ياتي بالزكاه لبيت المال، تيقول لهم بيت المال عامر ما عندنا فين نحطوها،
وتنادي المنادي انثروا القمح في الجبال حتى لا يقال جاعد الطير في بلاد المسلمين، المسلمين واكلين وشاربين، حتى اهل الذمه تخلصت الديون ديالهم وكان وتقضت الامور ديالهم وتزوجوا وكانت لهم وظيفه. اعزكم الله، حتى الحمار حتى البهائم كان عندهم وقت العمل، البهيمه كان عندها وقت العمل. مره واحد الغلام خدا جوج ديال الفيجط مع عند واحد الدابه مثلا عندها تراجي ديال تاخذ بواحد دينار، خدا عليها جوج تراجيات بجوج دينار. ويقول عمر بن عبد العزيز لما وصل الخبر قال لي الغد لي راحه لهذيك البهيمه لانك سبقتي لها تمره اليوم وغدا ما غتخدمش نهار كامل، هذاك الدينار خديتيه اليوم. حتى البهيمه لما طبقنا الشرع خدت حقها. ودابا نتوما جي نشوفوا نتوما دابا مراه نعتبروا حنا عارف من بدايه القرن العشرين الى الان، لما غيب وصرع الله عز وجل، لما جات فرنسا وحيدت ما تبقى من الشريعه ودارت محاكم كذا، وحيدت المحاكم الشرعيه وقصت الفقهاء، فين غاديين؟ دابا قول لي انت شحال نسبه ديال الطلاق، واش غادي كيتزاد ولا غادي كينقصوا؟ قول لي نسبه البطاله واش غادي كتزيد ولا غادي كتنقص؟ قول لي نسبه الاجرام واش غادي كتزيد ولا غادي كتنقص؟ انت دابا الا كنتي راجل وكنتي انسان صريح وكنتي انسان واقع وباغي الاصلاح، هضر على هاد الامور هادي. كل حنا راه غادي للحيط، حنا لما بعدنا على الدين ديالنا غادي للحيط. ما تعطينيش مثال انا باوروبا، لان اوروبا قياس مع الفريق، عندهم دين باطل يستاهل داكشي اللي داروا دبروسو معاه، لكن حنا عندنا دين صحيح قوي، علاش نبدلوه؟ حنا كنا عايشين بخير وعلى خير وفي العز وكذا والنصره والتمكين والخيرات، ثم جيتي انت قلتي لنا حيدوا الدين هذا باش نوصلوا لهاد الامور اللي وصلنا ليها حنا دابا الان. عجبك هادشي هذا؟ عجبك؟ عجبك هاد الحاله ديال المسلمين الان؟ عجبك هاد المجاعه اللي الناس كيبكيو في فيسبوك؟ مالك اللي ما لقى ما ياكل، كاين اللي جرى عليه مول الدار من الكرا، كاين اللي غرقاتو البنكه بالكريدي بالريبه، جرات عليه من الدار حيدو كله، هو خدام على البنكه وفي الاخر دات ليه الدار ديالو جراتو ولحتو للزنقه، الى غير ذلك من الامور. هادشي لا كيرضيك، انا ما كيرضينيش. الا كنتي داك تنافق وكدير وكتخبي الشمس بالغربان، انا ما كنخبيش الشمس بالغربان. هاد النظام ديالكم وهاد القانون ديالكم الوضعي هو السبب اللي وصلنا لهادشي هذا. خاص نرجعوا الناس لدينهم، ايمان، توحيد كامل، توحيد بالله عز وجل، التوكل على الله، اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، تنقيه الحياه ديالنا من الشوائب ومن 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 المظاهر ديال التخلف، وتزكيه النفوس وتربيتها على الطريق الصحيح. هذا اللي بنقول.